وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتكم السادة المشاهدين. أهلا بك سعادة السفير. كيف ترى النهج الدبلوماسي المصري الذي انتهجته الدولة المصرية في سياساتها الخارجية من بعد 30 من يونيو إفريقيا وعربيا، وتداعيات ذلك على العلاقات المصرية العربية والإفريقية؟ لا شك أن مصر منذ 30 من يونيو كان هناك تحرك نشط وفاعل إيجابي وبناء على الدوائر العربية، على الدوائر التحرك المصري، سواء كانت العربية والأفريقية أو المتوسطية، ثم في نطاق العالم الخارجي فيما بعد هذه الدوائر. ولا شك أن التحرك المصري على في هذا الصدد كان على مسار أمني عسكري يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر والنازحين واللاجئين، وعلى محور سياسي يتعلق بعلاقات سياسية متنامية تقوم أساسا على تسوية القضايا والأزمات سواء في المنطقة العربية أو في القارة الأفريقية، وبدعم وبتأييد من تحرك على المستوى الإقليمي والدولي، ثم مسار اقتصادي يدور محوره أساسا على قيام شراكة استراتيجية بين مصر ودول الأفريقية والعربية وغيرها من دول العالم، وأيضا في إطار علاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية سواء كانت تلك السياسية أو مؤسسات مالية اقتصادية دولية. ثم محور رابع يتعلق بمسار الاجتماعي المتعلق بالصحة والتعليم والثقافة وبناء القدرات وتمكين المرأة والشباب. لا شك أن التحرك المصري في هذا الإطار أوجد لمصر وزنا وأهمية وتناميا لوضعها الإقليمي والدولي، وإعادة لدورها المحوري في قيادة التحركات الخاصة بالعلاقات الأفريقية والأفريقية العربية، سواء كان ذلك بدفع العلاقات بين الجانبين من خلال تحرك ثنائي أو تحرك متعدد الأطراف. وكان من الواضح تعدد زيارات ولقاءات السيد الرئيس سواء بتوجهاته إلى الخارج في زيارات لكافة مناطق التحرك العربي والإفريقي والدولي، أو في مؤتمرات طاقت خارج القاهرة أو في القاهرة على مستوى الإقليمي والمستوى الدولي. ونشهد في ذلك دور مصر الواضح خاصة فيما يتعلق بالقارة الأفريقية والقضايا العربية من خلال الآليات التي يتم من خلالها تدعيم تلك العلاقات، سواء كان ذلك في إطار الاتحاد الأفريقي أو التجمعات الإقليمية الأخرى الخاصة بالقارة الأفريقية، أو على مستوى الجامعة العربية، أو على مستوى مؤتمرات القمم المصغرة أو الموسعة، ثم على مستوى المؤتمرات الدولية وخاصة مؤتمرات مجموعة العشرين، وأيضا الصين أفريقيا والولايات المتحدة أفريقيا، أيضا روسيا أفريقيا وألمانيا أفريقيا وهكذا. نعم. فلا شك أن التحرك المصري في هذا الإطار منذ 30 يونيو الذي نتحدث عنه بهذه المناسبة، نعم، كان تحركا شاملا لكافة. وبالتأكيد سعادة السفير المؤتمر الذي تستضيفه مصر حاليا، مؤتمر الاستثمار الأوروبي بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، خير دليل وشاهدا على ما تقوله حضرتك. لا شك أن هذا المؤتمر يجيء أيضا في وقت في غاية الأهمية، في مرحلة مصر أعلنت عنها مؤخرا بمرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير والتحديث الاقتصادي وبناء هيكل اقتصادي جديد يقوم أساسا على تنمية القطاع الصناعي من خلال علاقات مع الدول التي يمكن أن تشاهد في تدعيم هذا القطاع، وأيضا فيما يتعلق بدور القطاع الخاص المصري والدولي والإقليمي وخاصة الأوروبي على سبيل المثال، فيما يتم من استثمارات في قطاعات صناعية جديدة وتحويل كثير من هذه الصناعات إلى مراكز مصرية تبعث بما تنتجه من سلع وخدمات إلى القارة الأوروبية وإلى المحيط المصري الإقليمي.
نعم، أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف.